أعزائي أرحب بكم أجمل ترحيب وأواصل حديثي عن معجزات المسيح. أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن معجزة خلاص المرأة السامرية. عزيزي في هذه الحلقة أواصل حديثي عن معجزة من أقوى المعجزات الخلاص، خلاص المرأة السامرية. هذه المعجزة فريدة من نوعها، أحداثها جميلة، أحداث درامية حلوة حلوة بنتعلم منها عدة دروس. المرأة السامرية، معجزة الخلاص، هذه واحدة من المعجزات القوية. منشوف هون أطول حديث مع امرأة، ومنشوف هون عمل النعمة الإلهية، أجمل قصة للنعمة. تري محبة المسيح، تري أحشاء المسيح، اهتمام المسيح، عناية المسيح، توقيت المسيح في خلاص هذه المرأة. وأيضا منشوف أنه يوجد رجاء لأعظم خاطئ على هذا الوجود. جاء المسيح مع التلاميذ مر بالسامرة، في إنجيل يوحنا إصحاح 4 آية 4 مكتوب: كان لابد له أن يجتاز السامرة. طبعا بالنسبة لليهود المتعصبين كانوا ما يمروا من أرض السامريين لألا يتنجسوا. الشخص اللي جاي من منطقة أورشليم أو اليهودية بينزل شرقا إلى غور الأردن ويدور حول الأردن لكي يأتي إلى الجليل، يعني تصبح المسافة ضعف ونص حتى يصل إلى المكان اللي عاوز يصله. لكن نشوف غرض المسيح، كان لابد له أن يجتاز السامرة، وكل هذا العناء والتعب من أجل الوصول إلى امرأة لكي يكلمها عن النعمة ويجذب حياتها إلى نعمة الخلاص. جاء عند منطقة تسمى سخار، عند بئر يعقوب، وهناك جلس على البئر. كان تعبان، كان عطشان، وكان جوعان، بدليل أنه أرسل التلاميذ إلى القرى المجاورة لكي يبتاعوا أو يشتروا خبزا. في هذه الفترة جاءت امرأة سامرية لتستقي ماء، تملي الجرة، وطبعا تكلم معها الرب يسوع المسيح وقادها من احتياجه إلى الماء الجسدي، قادها إلى احتياجها إلى الماء الروحي، خلص نفسها وخلص جسدها أيضا. السامريون من هم؟ السامريون هم أصلا جماعة من اليهود أخذوا إلى السبي الآشوري سنة 722 قبل الميلاد، والآشوريون أحضروا شعوب أخرى وسكنوا في منطقة السامرة، فاختلط السامريون مع الشعوب الأخرى، الدم والزواج. فعندما رجعوا أهل يهوذا من السبي البابلي بعد فترة زمنية، بالنسبة لهم كانت طبعا جريمة نكراء عظمى أن السامريون اختلطوا وابتدأوا أن لا يعاملوا السامريين، وابتدأ العداء بين يهوذا والسامريين أيضا. واستمر هذا العداء إلى أيام المسيح، وكانت ذروة هذا العداء إن اليهودي كان يصلي: أشكرك يا الله إني لست سامريا. ووصل الوضع إنه إذا شخص عاوز يسب شخص أو يتهم شخص كان يقول عنه سامري، أو قيل بالأحرى عن الرب يسوع، قالوا له: ألسنا حسنا قلنا أنك سامري وبك شيطان؟ هذه الخلفية بتعطينا كم من قوة ومقدار العداء اللي كان بين السامريين واليهود في تلك الأيام. لكن طبعا يسوع
أقوى ومرتفع فوق كل هذه الحواجز، فهو يهتم بالنفس البشرية، ما فيش عنده اسم عنصرية بفضل شعب على شعب. ولاحظ أنها كانت أيضا امرأة، ذهب خصيصا لكي يتعامل ويتقابل مع هذه المرأة. بالواقع إذا أردت أن أعطي اسم لهذا الموضوع هو دعوة للارتواء والامتلاء. قال يسوع للمرأة السامرية: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه فلن يعطش إلى الأبد. هذا الحديث قاد جاذبية المرأة السامرية، هي عطشانة، هي محتاجة، هي تبحث، تريد الارتواء، والرب عرف احتياج المرأة السامرية. كثيرون يبحثون عن ارتواء معين ليشبعوا جوعهم وعطشهم. البعض يبحث في أماكن خاطئة، يبحث عن الحرية، يبحث عن السعادة، ويبحث عن الاستقلالية عن الله. الحرية هو أن لا أفعل ما أريد بل أفعل ما أريده الله. والبعض تبحث عن السعادة المؤقتة أو اللذة المؤقتة كما فعل سليمان في القديم، ووجد أن الكل باطل وقبض الريح. هذه المرأة جربت الكثير. أولا كانت تمتلك جمالا فتانا، وإلا خبرني هذه المرأة تزوجت بخمسة رجال والسادس اللي معها ما كانش لإلها. واضح أنه كانت جميلة الصورة، جميلة الشكل، وكانت كان عندها جاذبية سحرية، ولا سيما كانت صيادة نمرة واحد للرجال، تعرف كيف تجتذب الرجال. وكانت متكلمة لبقة، سلست التعبير من حديثها مع يسوع المسيح. واضح أنه كانت وطنية متعصبة، قالت أنت يهودي وأنا امرأة سامرية. كانت محافظة على التقاليد، عرفت عن تقليد السامريين. كان عندها ذكاء خارق وسرعة البديهية لكي تواصل أو تتواصل مع يسوع. كان عندها معلومات دينية لا بأس بها عن الخلفية التاريخية للبير اللي حفروا يعقوب وبناه في تلك المنطقة. كانت جريئة، لكن باختصار وصلت إلى حالة رديئة، أخلاقها هوت، فأصبحت محتاجة، أصبحت مزلولة، مقيدة، مستعبدة، وأصبحت تحتاج إلى الماء الحي. يا امرأة لقد شفيت للمرض، بل تبصر إيمانك قد شفاك، يا بنية قومي. أيها الشاب لك أقول قل معجزة. هل حدثت معك معجزة؟ معجزة شفاء أو فداء، معجزة خلاص أو تحرير؟ خبرنا فنخبر الآخرين. هذه المرأة السامرية أصبحت تعيش في فراغ فظيع، حياة مملة، حياة الوحدة، وكانت أكيد تبحث عن شيء معين. كانت تأتي إلى البئر في توقيت غير عن توقيت العادي اللي كان يذهبوا إليه النساء. كانت يمكن مملوءة بجراح عميقة لم يعرفها أحد سوى يسوع المسيح. لم يكن لها أصدقاء. مع كل هذا بالتعبير نقول أنها كانت فاشلة بكل معنى الكلمة، وأصبحت كئيبة، مشاعرها مجروحة. منلاحظ هذا من طريقة حديثها وكلامها مع الرب يسوع، أنه كان عندها نوع من التمني ومشتاقة لعمل شيء معين في حياتها. الشيء الثاني أريد أن أتحدث عن معطلات الارتواء. قالت: ليس لك دلو والبئر عميقة. البعض يبحث عن طرق غير الطرق الكتابية. قال أحد رجال الله:
إن أعجب من إنسان يموت عطشا والنبع بجانبه. قال إرمياء في القديم في الإصحاح الثاني: شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه لينقر لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. البحث عن مياه أخرى. كم من الناس التي تبحث بدافع خاطئ. أعطيني من هذا الماء، قالت. الرب يسوع بيتكلم عن عطية روحية، عن عطية الحياة الأبدية. كم من الناس التي تبحث عن الأوهام والسراب. كم من الناس التي تذهب إلى وسائل وطرق تختلف عن وسيلة الكتاب. كم من الناس الذين يلتجئون إلى العرافين والسحرة. كم من الناس محتاجين لمعجزة فبروحوا لشخص يفتح لهم في البخت أو يعرف إيه المستقبل، أو ممكن مساعد معين حتى تخلف، أو قضية معينة بينها وبين جوزها. كم من الناس اللي بتحاول تبحث عن طرق غير يسوع المسيح. يقول كتاب: يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. يقول في سفر أيوب: إلى ملائكته ينسب حماقة، إلى أي القديسين تلتفت؟ قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. هل تبحث عن أوهام أو سراب في حياتك؟ فسرعان ما تكتشف أنه كل اللي جمعته وكل اللي عملته مبني على أوهام وسراب. لكن أريد أن أقول أيضا في شروط للارتواء، والشروط هو ينبغي أن تأتي بعطش، والعطش هي أشد احتياج، أشد رغبة واحتياج في حياة الإنسان. الكل محتاج أنه يشرب الماء. لازم تيجي في عطش، تيجي في رغبة، تيجي في اشتياق وتطلب من الله. يعني الرب يسوع علم عن هذا الشيء: إن عطش أحد فليأتي إلي. لازم تطلب من المصدر، من الشخص ذاته. مش ممكن إلا لازم يكون في احتياج. إذا ما فيش احتياج معناته أنت عندك اكتفاء ذاتي، أنت حاطط الله على جانب أو بتحتاج الله في وقت الحاجة. لكن المحتاج هو الشخص العطشان اللي عاوز لمسة، عاوز عمل في حياته. ولاحظ هون براعة يسوع المسيح. تعامل المسيح مع إنسانيتها أنها امرأة محتاجة، وعندما خاطبها أثار وخاطب فكرها، خلاها تفكر، شغل مخها. أيضا خاطب ضميرها، يعني مسك أو ضرب على الجرح الحساس. قال: ادعي زوجك. أجابت وقالت: ليس لي زوج. قال لها: بالصواب أجبت. حرك أيضا إرادتها، يعني خلاها تأخذ قرار انه تعمل في هاي اللحظة القرار انه تترك حياتها الماضية. وبالواقع انه المسيح تعامل مع جهلها الروحي، بل هدم كل معتقداتها الزائفة. فالسامريون كانوا يعتبروا نص يهود، يعني كانوا يؤمنوا في التوراة، في اسفار موسى الخمسة، لكن لا يؤمنون بالمزامير او بالانبياء. فكان كتاب غير كامل، ايمان ناقص، ايمان محدود، مش مبني على كل كلمة الله. فكان لابد أن يعالج جهلها الروحي ويهدم معتقداتها الزائفة. طبعا احنا موجودين بجانب نهر الأردن. نهر الأردن طويل، احنا من الجهة الشمالية. طبعا نهر الأردن وين بيبتدي؟ بيبتدي من عند منطقة بنياس اللي هي قيصرية فيليبوس تحت سفح جبل الشيخ. الثلوج اللي على جبل الشيخ بتدوب أو جبل حرمون، وبتكون أو بتصب في نهر حرمون وفي نبعة دان، وبيتكون نهر الأردن تحت سفح جبل الشيخ. الارتفاع 500 متر فوق مستوى سطح البحر، نزولا طبعا شايفين تدفق المياه الشديدة في هذه المنطقة. بتضلها المي نازلة حتى تصل بحيرة طبرية. بحيرة طبرية 200 متر تحت مستوى سطح البحر. وطبعا النهر، نهر الأردن، بيخرج من بحيرة طبرية نزولا إلى بحر الميت،
طبعا بحر الميت 400 متر تحت مستوى سطح البحر. سؤالي، نهر الأردن وين مذكور في الكتاب المقدس؟ معمودية يسوع. صح، يسوع اعتمد في نهر الأردن. أي جواب تاني؟ دخول الشعب اليهودي لأرض إسرائيل لما انشق نهر الأردن ودخل في أيام يشوع. نعم، بالفعل نهر الأردن مذكور عدة مرات في الكتاب المقدس. أول ذكر لما يشوع بن نون دخل مع شعب إسرائيل وكان معهم تابوت العهد وانشق النهر وعبروا إلى أرض كنعان. لكن في مرات أخرى مذكورة في الكتاب المقدس في أيام إيليا وأيام إليشع النبي. بتتذكروا إيليا لما بالرداء شق النهر، وهكذا أيضا إليشع. لكن في قصة حلوة كتير في العهد القديم عن شخص اسمه نعمان السرياني أو نعمان الأرامي. كان أبرص مع أنه كان قائد عسكري وجبار بائس، لكن الكتاب يقول عنه أبرص. وهذا الشخص القائد العظيم نعمان السرياني جاء للنبي إليشع، والنبي إليشع طلب من نعمان السرياني أن يذهب ويغطس في الأردن 7 مرات. الفكرة في الموضوع هو الإيمان. وبعد ما غطس 7 مرات في نهر الأردن طهر برصه، رجع لحمه كلحم صبي. لكن طبعا أهم ذكر لنهر الأردن، يوحنا المعمدان كان يعمد، مش هذا المنطقة طبعا، في المنطقة الأخرى من نهر الأردن بجانب أريحة أو بيت عبارة في الجهة الأخرى من الأردن، كان يعمد الشعب هناك. والمسيح اعتمد على يد يوحنا المعمدان في هذا النهر. هذا النهر لما نقف جنبه بذكرنا طبعا بذكريات الكتاب المقدس، وهذا امتياز إلنا نكون بجانب النهر اللي اعتمد فيه الرب يسوع له كل المجد. زعزع يسوع إيمانها السطحي. هي دخلت في مجادلة مع يسوع المسيح. من السهل إنك تجادل في أمور الدين وإنت مخبي خطية خطيرة في حياتك. دائما بحاول يخبيها الإنسان في التدين الظاهري، في مظاهر التدين الزائف. بالواقع زعزع إيمانها السطحي مش على أساس يثبت إنه هو على حق وصدق، وهذا حق طبعا إنه أفحمها وبرهن لها. لا، في عنده خطة أهم وأعظم، هو ربح نفس هذه المرأة السامرية. لاحظ عندما جاء يسوع للمرأة السامرية لم يبتدئ وقال لها أنا المسيح المنتظر ينبغي أن تؤمن به. ابتدأ من احتياج، عطشان، الحاجة إلى الماء، وقادها إلى المياه الحية التي تفيض من بطنها وتنبع أنهار أنهار كثيرة. لاحظ في هذه القصة أن يسوع هو مصدر الارتواء. يعني إذا أنت بتبحث عن شيء، يسوع هو المصدر، قادر أن يشبع وأن يغذي الحياة. هون كان في تدرج بالإعلان. عندما ابتدأ معها يسوع قالت له أنت يهودي وأنا امرأة سامرية. ثم سألت ألعلك أعظم من أبينا يعقوب، أن المسيح أعظم من يعقوب. ثم عندما كشف أسرارها قالت أنت نبي، أرى أنك نبي. لاحظ التدرج، كل مرة شيء إعلان أعلى. لكن أخيرا الإعلان الذي يقود للخلاص، قالت بصوت أسيف وباحث من قلب
جائع وعاطش، أنا أعلم أن مسيا سيأتي. قال لها: أنا الذي يكلمك هو. اكتشفت أنه هو المسيا، هو. أحبائي، يسوع هو الشبع الحقيقي والارتواء. الارتواء فقط في يسوع، ما في ارتواء في أي شيء. يسوع هو الحل. الشبع الحقيقي والارتواء هو فقط في يسوع. أربع أشياء لا يمكن أن نعيش بدونها: الماء، الهواء، النور، والخبز طبعا. يسوع هو نفس الحياة، نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس. يسوع هو الماء الحي، بل هو النبع، هو النهر، نبع الحياة، هو تدفق هذه الحياة، بل هو حياة الحياة ذاتها. يسوع هو خبز الحياة، قال: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش. أحبائي، هو الخبز والنور أيضا، قال: أنا هو نور العالم، لأن عندك ينبوع الحياة، بنوره نرى نورا. واضح أن المصدر هو الرب يسوع المسيح. هللويا 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 هللويا. أخيرا أعزائي، أريد أن أتكلم عن بركات الارتواء. المرأة السامرية تقابلت مع يسوع المسيح، مصدر الارتواء الذي يمنح بركات الارتواء. قال: كل من يشرب من هذا الماء يعطش، الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش. فعندما تأتي إلى يسوع لن تعطش، طبعا المقصود روحيا، وهنا أيضا الإفادة إلى الحياة الأبدية، وأيضا عطية الروح القدس. تعرفوا المسيح لما جاء قضى على كل الحواجز العرقية الطائفية والجنسية، ما عادش في أي اختلاف، واحد في المسيح. بالنسبة للتقليد اليهودي القديم كان يقول هذا القول المأثور: من الأفضل أن تحرق كلمات الناموس من أن تعطيها لامرأة، فكم بالحري تعطي لامرأة سامرية التي كانت تعتبر عدوة لشعب الله في القديم. حقا ما أجمل يسوع، ما أروع يسوع، ما أجمل عطاياه، ما أجمل عمله عندما يغير الإنسان. هذه المرأة أحباء واضح أنه كانت تعاني، صرخت من قلب المذلة، قالت: أنا أعلم أن مسيا سيأتي ويخبرنا بكل شيء. هو اللي رح يكشف الأسرار ويوضح كل الأمور. فأعلن المسيح عن ذاته، قال: الذي يكلمك هو. هي جاءت لتملأ جرة، فتركت الجرة وركضت إلى المدينة قائلة: هلما أخبركم إنسان قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ ومكتوب إنه كثيرون من بلدتها آمنوا بسبب كلام المرأة، ثم جاءوا إلى يسوع ومكث معهم يومين، وآمن كثيرون بكلام يسوع. أصبحت أول مبشرة في الكتاب المقدس هي المرأة السامرية، حصلت على الخلاص وشاركت هذا الخلاص مع الآخرين، لأنها اكتشفت المصدر وارتوت من النبع الذي لا ينضب من شخص الرب يسوع المسيح. حقا أحبائي، نرى في هذه القصة، نرى النعمة الإلهية بكل عطاياها، نرى المحبة الإلهية بكل أبعادها، نرى الأحشاء
الإلهية بكل أعماقها، نرى الخطة الإلهية بكل آفاقها، ثم نرى الرؤية الإلهية بكل أمجادها. لاحظ معي إن يسوع ما كانش غرضه أن يفضح المرأة السامرية، انتظر لما ذهب التلاميذ ليبتاعوا الخبز وبقى معها وحدها عشان بدوش يخلي حدا يعرف أسرارها، وبحافظ على الأسرار. هدفه مش يفضح. يمكن إحنا بتمر في نفس الظروف أو أنت بتمر في نفس الظرف، غرض الله مش عاوز يفضحك، عاوز يخلصك، عاوز يجذبك إلى نعمة الخلاص. وكذلك فعل مع المرأة الزانية في يوحنا 8 عندما خرجوا، قال من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. خرجوا من الكبير إلى الصغير وتكلم معها عندما بقي وحده معها وهي في الوسط. هو مش إله الفضايح، هو إله الذي يجذب بنعمته الخطاة لكي يأتوا إلى الحياة الأبدية. هدفه أن يخلص الجميع لا أن يدانوا، مش جاي حتى يدمر أو يهلك. رسالته رسالة حياة، رسالة المحبة. انتظر التلاميذ، نعم، وهكذا تعامل مع المرأة السامرية وقدم لها أعظم معجزة، معجزة الخلاص. في الختام، هل أنت تحتاج إلى معجزة خلاص؟ لربما بتمر في خطية شنيعة تقول خطاياي أفظع أكبر مما أنت تتصور. نعمة الرب أكبر، إنه قادر أن يغيرك. كل ما تحتاج إلقي نفسك على النعمة، قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ، تعال أنا بدعوك إلى حياتي، غيرني، خلصني من كل خطية، أنا أؤمن بموتك على الصليب وقيامتك من بين الأموات، سامحني، اعترف بكل خطية وتوب عنها اتركها وادعو المسيح إلى حياتك. إنه يأتي الآن ويصنع معجزة. هل تريد هذه المعجزة؟ صلي. وعلى فكرة إذا صليت منحب نسمع منك، شارك الآخرين عن هذا الاختبار الرائع. اتصل بنا هاتفيا أو اكتب لنا حتى أسمع منك. إلى اللقاء، وتذكر أن الله يحبك. يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة وغيرها من البرامج على موقعنا الإلكتروني www.lfan.com. كما يمكنكم الاشتراك في مسابقة معجزات المسيح وإرسال إجاباتكم على عنوان معجزة@lfan.com.